أنا هشام نبيه الحيل من غزة، مواليد غزة، العمر 56 سنة، تعاقدت لمعهد مهني، تعلمت إدارة 76، يعني حبيت الخراطة والخشب والنحت على الخشب من زمن بعيد، وتوقفت عنها وأخذت دراسة وعملت في المعهد على أساس أنا أتقن العمل هذا وأشتغل عليها. في الأوان الأخيرة هذه اللي إحنا بنعيشها الآن والظروف الاقتصادية خلينا نقول عليها ملتهبة، يعني فيش لا غرف نوم كبيرة ولا مطابخ ولا مش بهذاك الكم اللي الطلبات عليه، بديت أشتغل على الخشب الطبيعي. بعدين هو الخشب الطبيعي إن اللي هو اللوزيات والحمضيات والزيتون والسنوبريات، أخشاب طبيعية متع فيها عندنا في غزة موجودة، حبيت أستفيد منها. الشغل هذا بالنسبة لي حياتي، هذا وجودي، يعني أنا من سنة 76 لغاية الآن أنا بشتغل مع الخشب وبتعامل معه. عملت الخلفية اللي ورايا هذا زي بطاقة تعريف بالنسبة لي، أنا من أكون، يعني أنا هو ذا هشام بيشتغل بيعمل أجمع الأشكال الجميلة هذه. المهنة والحرفة يعني زي ما احنا علمونا وعرفناها بنسموها أمان من الضياع، والحرفة المحترفين فيها وبيشتغلوا بيتقن عمله بيشعر بالحياة وبيشعر طعم الحياة وبيحس حياته تختلف. غياب الحرفة يعني بتهيألي والأشياء القديمة هذه أو الحاجات الحرفية القديمة غيابها غياب للجيل، غياب الماضي بضيع، اللي ملوش ماضي بصير ملوش حاضر.